بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. المستوى الرابع ابتدائي، تمارين دائمة. لدينا المسألة التالية: بمناسبة الدخول المدرسي اشترى والد يوسف لأبنائه 3 محفظات بثمن 105 دراهم للمحفظة الواحدة، 3 وزرات بثمن 75 درهما للوزرة الواحدة، 3 معاجم بثمن 72 درهما للمعجم الواحد. أعطى للكتب 4 أوراق مالية من فئة 200 درهم، كم سيرد له البائع؟ في هذه المسألة سنوظف الجمع لاديسيون والطرح لاسوستراكسيون والضرب لاملتيبليكاسيون. إذا نحسب ثمن المحفظات وثمن الوزرات وثمن المعاجم، جمع معجم يعني القاموس أو القواميس. إذا نحسب ثمن 3 محفظات، محفظة واحدة ثمنها 105 دراهم، 3 محفظات يعني 105 زائد 105 زائد 105. لدينا الجمع متكرر، العدد تكرر 3 مرات، يعني 105 × 3، 3 × 5 = 15، أكتب 5 أحتفظ بواحد هنا، 3 × 0 = 1، 3 × 1 = 3. إذا ثمن 3 محفظات هو 315 درهما. نحسب ثمن 3 وزرات، ثمن الوزرة الواحدة 75 درهما، ثمن 3 وزرات هو 75 زائد 75 زائد 75، يعني 75 3 مرات، 75 × 3، 3 × 5 = 15، أكتب 5 أحتفظ بواحد، 3 × 7 = 21 زائد الاحتفاظ 22. ثمن 3 وزرات هو 225 درهما. نحسب ثمن 3 معاجم، ثمن المعجم الواحد 72 درهما، 3 معاجم نحسب 3 × 2 = 6، 3 × 7 = 21. إذا 3 معاجم ثمنها 216 درهما. الآن سنحسب ثمن المشتريات، يعني ثمن المحفظات زائد ثمن الوزرات زائد ثمن المعاجم، يعني عملية الجمع. نجمع هذه المجاميع، نضعها أفقيا ثم الوضع العمودي لكي نجد المجموع. 5 زائد 15 زائد 6 16، أكتب 6 أحتفظ بواحد، 1 زائد 2 3 زائد 1 4 زائد 1 5، 3 زائد 2 5 زائد 2 7. إذن ثمن المشتريات هو 756 درهما، أكتبها أمام الوضع الأفقي، درهما دي أش. نعود إلى المسألة. أعطى يعني الوالد، والد يوسف أعطى للكتب 4 أوراق مالية من فئة 200 درهم، كم سيرد له؟ إذا انتبهوا، أعطى للبائع 4 أوراق من فئة 200 درهم، يعني أعطاه 200 درهم زائد 200 درهم زائد 200 درهم زائد 200 درهم، يعني 200 درهم 4 مرات. حساب ذهني وسريع على السطر، 4 × 2 = 8 وأضيف 0، يعني أعطاه في المجموع 800 درهم، أعطاه 800 درهم. إذن الأب أو الوالد، والد يوسف، أعطى للبائع 800 درهم. هذا البائع سيأخذ أو سينقص من هذا المبلغ ثمن المشتريات، سينقص 756، وهذا هو الباقي الذي سيرده للوالد. نضع العملية عموديا، 800، وهنا أبدأ من الوحدات الآن، وحدات، عشرات، مئات. إذن أعطاه الأب 800 درهم، سيأخذ هذا. 0 ناقص 6 لا يمكن، أضيف 10، أضيف 1 فالفرق لا يتغير، 10 زائد 0 10، 5 زائد 1 6. 10 ناقص 6، أرسم 10 أقراص وأشطب 6، يبقى لدي 4. 0 ناقص 6 لا يمكن، مرة أخرى أستلف وأرد السلف، أو أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير. الآن 10 ناقص 6 4، 8 ناقص 8 0، لا داعي لكتابته. إذن كم سيرد للوالد؟ سيرد له 44 درهما، سيرد له 44 درهما، ونكتب دي أش درهم اختصارا هكذا.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.